مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.